هو انت اتعلمتي الغنى ده فين؟ في قصر ثقافه الانفوشي، اصل انا اصلا من اسكندريه. اوكي. مش انت كنت بتغني في دار ايتام الرحمه؟ عمري ما كنت بقدر أيتين. بعد إذن حضرتك الأكلة هيبرد. سوري اتفضلي. أنتِ بجد صوتك تحفة. يفتح نفس الواحد على الأكل. أنا عايزة مية. ليه؟ مش هتكملي أكلك؟ باشا هو أنت مش مالي بطنك؟ مش هتقولي بقى هتشغلني إيه؟ حاضر هقول. مين؟ أنا كوكس ده رقمي، سيبيه بقى. طيب حاضر. ده فوكس اللي بيشتغل هنا. عارفه. أصله بعد ما غنيت قال لي إن أنا صوتي حلو قوي. ما هو بيقول كده لكل الناس. بيحلل لقمة عيشه. ممكن التليفون؟ أنا مسحت الرقم. الواد صايع. انتي احساسك فظيع يدخل القلب على طول. انت برضه بتقول كده لكل الزباين؟ مش فاهم. انت يا باشا مش شبعت ولا لسه محتاج تحبس بكوبايه شاي عشان تقولي هتشغلني ولا لا؟ لا هقول لك. حاضر. هو انتي مالك؟ انا اتخنقت وعايزه اروح. لا تروحي ايه؟ ده احنا لسه قاعدين. طيب تحبي نقوم نقف في الهوا شويه وهنتكلم في الشغل على طول؟ اوعدك. اتفضلي. فاكر ان مودك هيتغير بعد ما غنيتي وولعتي الدنيا والناس كلها سقفت لي، بس لا شكلك متضايقه برضه. هو انت اتضايقتي مني عشان مسحت نمره كوكس الدي جي ده؟ على فكره ده واد صايع وبيعمل كده مع كل الزباين، انا خايف عليكي. لطيفه هانا معاك. دي كانت بتجي لنا كل سنه عشان تسمعني وانا بغني. كانت بتتكيف قوي من صوتي. تعرف انها مره ادتني 200 جنيه عشان اغني لها اغنيه مرتين. ده فين ده؟ في قصر ثقافه الانفوشي عندكم؟ في الدار. دار الرحمه والنور للايتام. ده اسم المكان اللي اتربيت فيه من وانا عيل. بس انا مش يتيمه. أنا عندي أب وأم. طب هما فين؟ في الدنيا. أبويا سرح، معرفش إذا كان عايش ولا ميت. بصراحة مش عايزة أعرف. طب ووالدتك؟ كان عليها حكم وخلصته من فترة، ومش عارفة أوصل لها. بس هوصل لها. أنا عارفة إنها عايشة. أنا حاسة بيها. يا أنت قصتك مؤثرة أوي. شدتني ليكي أكتر. عجبتك؟ طب ايه؟ مش هتديني 200 جنيه زي مدام لطيفه انت كمان؟ ولا تحب اغنيها لك؟ تحب ازود لك واحكي لك اكتر؟ احكي لك عن ابويا اللي سجن امي ورماني لستي وستي اللي رمتني في الملجا؟ ولا احكي لك عن عيشتي في الدار؟ اه حلوه دي. ده انت ممكن تزود عليها 100 كمان. ابدا لك من نومتنا فوق بعض؟ ولا بواقي اللبس اللي بنلبسه وبواقي الاكل اللي بناكله؟ عارف بواقي الاكل اللي على الترابيزات دول ممكن ياكله اخواتي في الدار كام يوم؟ يا باشا احنا اللي زينا عايشين على بواقي اللي زيكم. ده حتى النفس اللي بنتنفسه بيبقى بواقي الهوا اللي خلصان منكم. ما تزعليش نفسك يا سمير. والنبي يا باشا ما تاخد نهيه الكلام انك تفعص وتطبطب. وتنهي الحوار انك تاخدني على الشقه عشان تداوي الجراح. فانا لما شفتك قلت عليك قاري ومفتح وفاهم وتعرف تميز اليمين من الشمال. وعلى السكه والدغري انا سكتي يمين واللي يجي لي شمال افرمه. عندك شغلانه محترمه ليه شغلني وهتلاقيني قطر في الشغل. لكن هكمل في سكه زغلله العين بتليفون ولا بطقم ولا بخروجه هتلاقي حته سد في وشك. هتخبط فيها ويجي لك صداع. انا مش قادر افهم انت ليه خدتي الموضوع بالشكل ده. على فكرة أنا ما أقصدش، أنا بجد بقول لك ما تزعليش نفسك. انسي اللي حصل وانسي اللي فات. ما تعرفيش بكرة ربنا شايل لك إيه.
مش جايز ايامك اللي جايه تبقى احلى ايام وتقعدي تضحكي على اللي فات؟ اما بالنسبه لي انا لا هاجي معاكي لا يمين ولا شمال، انا هاجي معاكي دغري. يمكن في الاول فكرت فيكي بشكل غلط، انا بعترف، بس حقك عليا عمري ما هفكر كده تاني وعمري ما هضايقك. صدقيني المره دي مصدقك. اتفضلي.